جهة الكرام ومتابعي العاصمة 24، اختتمت قبل قليل دورة استثنائية لمجلس عمل سخرات أتمرة. يسرنا على هامشها أن نستضيف السيدة الرئيسة اعتماد الزاهدي. من بين أبرز النقاط، كانت هناك 7 نقاط في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، من بين أبرزها الدفعة المصادقة بالإجماع على الدفعة الثانية للجمعيات التي استجابت لموضوع وتوفرت فيها شروط أوراش، وهناك كذلك ملف الدعم الرياضي لمجموعة من الجمعيات الرياضية التي لم يسبق لها أن استفادت من هذا الدعم. نعم سيدة الرئيسة، هل من توضيح في هذا الباب؟ شكرا على الاستضافة. هو كما يعني أشرتم، كانت اليوم الدورة الاستثنائية لمجلس عمالات سخيرات تمارة اللي كانت برمجت 7 ديال النقاط اللي فيها عدة اتفاقيات شراكة ومن أجل إنجاز عدة مشاريع. أول نقطة كانت خاصة ببرنامج الحكومي ديال الأوراش، لهذه المرة الثانية اللي مجلس العمالة كيدرج جمعيات المجتمع المدني اللي تقبل الملف ديالها من أجل إنجاز بعض الأوراش على مستوى على تراب عمالات سخيرة تمارة. هو في نفس يعني في نفس الطلبات يعني اللي كان تعرض في الأول، كانت 66 جمعية اللي كانت 28 قبلت يعني من اللجنة الإقليمية في الحين، وتم عرضها على مجلس العمالة من أجل التصويت، واللي اليوم بدات الانجاز الاشغال ديالها تقريبا جميع الجمعيات 28 جمعيه، فاستوفت الاوراق ديال المستفيدين اللي ديكلاراو في لاسانيساس، يعني بناء على واحد التتبع من 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 العماله يعني ك ك ك كقسم ديال الشؤون الاجتماعيه، ومع مجلس العماله يعني ك كمدعم لهذا البرنامج، واللي بدات الاشغال ديالها على ارض عمالات سخيرة تمارة في عده جماعات ترابيه. وبقى واحد الشق يعني في نفس العرض اللي كان الاول، اللي كانت خاصه غير بعض الاوراق يعني الاداريه اللي قبلتها اللجنه الاقليميه، ولكن كانت تتنازع على اساس انها تسالي الاوراق الاداريه ديالها، واللي تم اليوم دفع هذه الدفعه الثانيه ديال العرض الاول اللي تم العرض ديالها على مجلس العمالات سخيرة تمارة كما يعني نص عليه المقرر ديال رئيس الحكومه، واللي تم التصويت على 13 الجمعية في عدة مجالات مختلفة، اللي غادي تبدأ هي كذلك من أجل إعداد أوراق المستفيدين، لأننا نحاول ما أمكن نسرعوا بهذه العملية، وربما يمكن مجلس عمالات سخيرة تمارة من الأوائل على مستوى الجهة اللي بدأ فعليا إنجاز ديال عملية ديال برنامج أوراش، وكمل هذا الشق هذا يعني مع عدة جمعيات اللي دابا تقريبا غادي يكونوا في 35 اكثر يعني في تقريبا 40 جمعيه اللي تقبلات واللي كيتم المواكبه ديالها من اجل اتمام هذا المشروع، واللي غادي تكون واحد شق اخر اللي غادي يجي يعني فاحنا تقريبا كل باش نستوفيو الحصه اللي تعطات لمجلس العماله اللي هي 1369 مستفيد، غادي تجي يعني فرصه اخرى اللي غادي نكملوا فيها، واللي طلبنا ديال استقبال ملفات ديال ترشيح ديال جمعيات اخرى اللي غادي تجي في فرصه اخرى في دوره اخرى ان شاء الله تقدر تكون في الدوره العاديه ديال شهر يونيو، من اجل اتمام هذا الورش الحكومي اللي عنده واحد التاثير ايجابي على الساكنه وعلى الشباب ديال العمالات الصخيرة تمارة، وكذلك على بعض الاشغال اللي غادي التعاون فيها ممكن غادي يتم العمل فيها بواحد الشكل، فيه واحد النوع من التضامن، واحد النوع من العمل اللي كيكون فيه تنسيق ما بين المجالس الترابيه، ما بين الجمعيات، ما بين السلطه المحليه، من اجل انجاز هذه الاشغال. كنتمنوا انه يكون يعني ناجح، واننا نحاولوا ننجحوا بهذه التجربه هذه رغم بعض الاشكالات ورغم بعض الصعوبات اللي كتواكبها، والا اننا كنحاولوا كمجلس وكمنتخبين اننا نلقاو الحلول اكثر من نبينوا الاشكالات اللي حنا يعني في صدد كنحاولوا يمكن اننا نفكوها بشويه بشويه بتعاون كبير مع السلطه المحليه ومع يعني عملات سخيرة تمارة برئاسه السيد العامل. يعني كانت خاصه يعني كما يعني تابع كانت تابعه السكينه تمارة وكذلك الجمهور الرياضي التماري على مستوى عملات سخيرة تمارة، ماشي غير تمارة، من عتيق عين عوده عده جماعات اللي عندها يعني فرق رياضيه كتشرف الاقليم. كانت العاده ان كانت
فقط واحد يعني جوج فرق، وكان نقاش قوي داخل المجلس على اساس اننا نفتحوا، وكنت وعدت المجلس على اساس ان نحاولوا ما امكن نلقاو واحد الباب منين اننا نحاولوا ندعموا هاد الفروق ونحاولوا نوسعوا الرقعه ديال الاستفاده. والاول مره مجلس العماله يعني كينفتح على الفروق النسائيه، خصوصا ان الرياضه النسويه بدات كتعرف واحد التالق وكتعرف واحد المجهود كبير. واليوم مجلس العماله كيعطي واحد الالتفاته ولو صغيره، يعني ماشي شي حاجه كبيره، الا انها كنقولوا كبدايه، يعني ديك القطره الماء اللي غادي ان شاء الله ممكن يكون فيها من بعد منها واحد البرنامج اللي غادي يحاول ما امكن انه يزيد يقوي هذه الرياضه، خصوصا اننا عندنا فريق نسوي كيلعب في القسم الاول وحنا كنفخورين به، وكنحاولوا ما امكن على اساس اننا نكونوا اقرب ليه ونكونوا يعني داعمين بالامكانيات اللي كتخولها لنا اللي كيخولها لنا القانون، وبالامكانيات اللي يعني الموارد اللي كيتوفر عليها مجلس العماله، في انتظار على اساس ان تكون عندنا واحد الخطه اللي ممكن اننا نفتحوا على رياضات اخرى من غير رياضه كره القدم ان شاء الله يعني في القريب. فدائما فهي تحت يعني الدراسه من اجل ايجاد باب من الابواب اللي نقدروا نفتحوا على هاد الرياضات. كانت كذلك يعني نقاط خاصه بالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه ومراكز جوج مراكز يعني من اجل محاربه الهشاشه والاشخاص في وضعيه صعبه، اللي مجلس العماله كيساهم بواحد يعني واحد الجزء من اجل التجهيز ديال هاد المراكز، اللي تم عرضها اليوم كذلك على المجلس من اجل المصادقه، واللي على العموم جميع النقاط حضرت بالاجماع، سبعة النقاط حضرت بالتصويت بالاجماع جميع الاعضاء الحاضرين للمجلس، وهذا كيبين على ان كاين واحد الروح للمسؤوليه، ولو اننا كنقدروا نختلفوا في الاراء او لا في بزاف ديال الامور، الا ان ملي كتكون الامور عندها علاقه بالمصلحه ديال المواطن على مستوى الصخيره التماره، فالا انها يعني كنحاولوا ما امكن اننا كنلقاو التوافق باش اننا نزيدوا بالامور للقدام.